قطع اللايف كما شفتو خياتي، لا فوت من عندي التليفون تاعي حق الباتري كانت طايحه وما جبتلهاش خبر، دونك انا حطيتو يتشارجا وعاود وليت. نكملو المقروط نتاعنا. تقطع من عندي خياتي، انا اللي طفالي التليفون ما جبتش خبر حتى طفى في وجهي وجهكم. كي تكونوا موجودين هكذايا شحال حاله شحال تجي الخدمه شابه. مام في الطبيع قلت لكم الا ما درتوش بهذا المول ديروه حرابش وقطعوا مقروطات ونقشوا يجي يهبل ثاني. نو قلنا نخلوهم طاحت وطاحت فوق البول بالك وتقولوا شوفوا. نكملها. ام مريم جوري ادم ايا مامات فوالا نشوف غير لي بروفيل نتاعكم نحطو نخرجها باسكو شوفوا بان لي شويه نتاع اللو سافدير هذا اللي نديرو من التحت باش ما يتحرقليش باش يجوني حبات عندهم لا فينيسيون شابه. هضرنا على المقروط وهضرنا على لا روسيت وهضرنا كيفاش نخدموه وكالكو تكنيك وكالكو سكري في اللايف اللي فات، ما هضرناش على لا تمبيراتور. نحطوه على كي نكملو نفاسونيو سواء عندكم الاختيار سواء يبات وطيبوه الغدوه من داك سواء تخلوه نص ساعه يشد روحو وتخلوه يطيب كيما حبيتو في زوج جمله كيما تحبوا نتوما. نحطوهم على 170 درجه نورمالمون يقعد 30 35 دقيقه. عسوا لو فور نتاعكم، انا نقول 30 دقيقه ولا نيمبورت كل وحده تقول لكم لا تمبيراتور نتاعها، بصح نتوما الوقت عسوا كل وحده تعس الفور نتاعها. كي نقول لك 30 مينوت انت ديجا في 24 دقيقه تبدا تعسي تقعدي قدامه، بالك يدي لك اكثر بالك يدي لك اقل. دونك 180 دغري شالور ستاتيك اللي ديما نقولها لكم في لي كويسون تاعنا وندخلو يطيب. بعد ما يطيب ياخذ يحمر لي شويه ما تخلوهوليش ابيض، ما نحبش نشوفو الصفر هكذاك وتجيني فيه ريحه السمن وريحه الفارينه وريحه السميد نحمرو بالمعقول ماشي لوين يولي لي فونسي بزاف وماشي بعدا بيض هكذاك. نحبش انايا حاجه بيضاء، انا هكذا وانتم ديروا كيما تحبوا. دونك كي نخرجوه قبالة نعسلوه وهو سخون العسيله تكون تياد ماشي سخونه، يعني دفيوها برك ما نزيدو لها ني ما زهر ني حتى حاجه. شوفوا الشباب هذا المقروط هما، وباش تجيكم العجينه هكذا شابه قلت لكم هادوما خلوهم يريحوا. سهرانين باش نكون موجدين للعيد قلت لكم خياتي حاجه سامبل انا درتو شد باسكو شوفوا عبست حتى ترسمت لي شغل عين نورمال. نعاود نبيسي كاع ما يخلعنيش مادام في يدي انا نحكم فيه كيما الطوموبيل كي تسوقوها خياتي انتي تسوقي انتي تتحكمي هكذاك في الكاطو انا نحكم فيه ماشي هو. دوك هادو ما نقعد لهم ونبدا نكمل فيهم ارواحو. ما فلتش اللي راح نحيه ما نعرف الا طفى خلاص. قبل ما تطيبوها قبل ما تطيبوه تقبوه بالكوردون، تقبوه هنا في الوسط بركة 3-4 تقبات بالكوردون وطيبوه. هاوليك قلنا وزناها 45 غرام ولا فارس وزناها 15 غرام يجي يهبل المقر.